التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في هذه الانطلاقات وهذا الصباح الجميل. الشوط التاسع عشر الذي أعلنت قبل قليل وأعطت إشارة البدء بالانطلاق من 3 كيلومترات خاصة الشوط بالإبكار الحقائق ضمن أشواط الانتاج والمنتجين في هذا الانطلاق. نسير مباشرة إلى المركز الأول. تتقدم وتقود مساري هذا الشوط الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد الغفلي تتقدم على المركز الأول. هناك المركز الثاني نصل إلى المركز الثاني الوارية محمد بن سعيد بن عيف العامري على ثاني المراكز ونشوف المركز الثالث من الجانب الآخر الظبي لسيف بن أحمد بن خليدة بينما المركز الرابع هذه تقدمت اللي هي حكمة تعود ملكية سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي تتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر الشاهينية لمطر بن غدي بن سعيد الاكتبي. المركز السادس وصلت له وتقدمت ضجة لسلطان بن محمد بن رشيد السويدي. والمركز السادس هذه وصلت الظبي محمد بن عتيج بالعرطي الحميري. والمركز الثامن ثامن المراكز هناك من الجانب الآخر أشوف الدخول وتدخلت هذه هملولة لعلي بن سعيد بن حبيب الهاشمي. والمركز التاسع وصلت في هذه اللحظات الفائزة لسالم بالحزمي بقناص أو سليم بالحزمي بقناص العامري. والمركز العاشر هذه ذخر لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. هذه النتيجة للعشرة المراكز في النداء الأول في مسار هذا الشوط وهو التاسع عشر مع الإبكار الحقائق. وفي هذا الكم الهائل والسيل والتحديات والتجمع الذي يدل على تنافس وتبادل المراكز حتى خط النهاية والأمال في الفوز وناموس حكمة غيرت حكمة سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي تتقدم على المركز الأول وتقود مساري هذا الشوط وتتحدى الإبكار المنطلقات وتتصدرهن بينما المركز الثاني يشوف التحرك على ثاني المراكز. هذه الظبي لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي من أحد الشباب السلطنة كذلك الغفيلي مشارك بينما هملولة علي بن سعيد بن حبيب الهاشمي يتقدم في هذه اللحظات بينما هناك الشاهينية اللي غيرت مواقع الشوط انطلقت إلى المقدمة. مطر بن غدير بن سعيد الاكتبي تتقدم على المركز الأول وقادت مساري هذا الشوط. يا سلام قلت لكم أن الشوط يحمل تبادل المراكز. يا سلام واصل بنواس مع الفائزة أول بن قناص من الجانب الآخر مع الفائزة. نعم هذه الفائزة سليم بالحزمي بن قناص العامري. يا سلام شوف هذا الشوط اللي فيه تنافس. شوف هذا الشوط اللي فيه تجمع. يلا هني الأوامر والتكتيك له دور. يا سلام بدأت الظبي لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي تتقدم على المركز الأول ولكن بجانبها هملولة لسعيد لعلي بن سعيد بن حبيب بن هاشمي وهناك اللي من الجانب الآخر. يا سلام مطر بن غدير بن سعيد الاكتبي وواصله اللي هي الفائزة لسليم بن حزمي بن قناص العامري. الأربع المراكز ولكن راحت الظبي انطلقت الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي راح على المركز الأول انطلق إلى مقدمة الشوط. يا سلام المركز الثاني هذه هملولة لعلي بن سعيد بن حبيب الهاشمي على المركز الثاني. وصلت الثالثة اللي تحركت ولكن الأمتار الأخيرة كحيل لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي ولكن خلاص الغفيلي سلام من جم السبق سلام عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي المركز الثاني مع كحيل لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي. والمركز الثالث اللي هي الظبي لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. الرابع شفتها يا راعم صيحة الرابع والخامسة الفائزة لسالم بالحزمي بن قناص العامري
والخامسة عند اللجنة. هكذا كان الشوط وأثارته وحماسه وتحدياته الجميلة والرائعة في هذا الصباح وهذا الانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. يا سلام، بنشوف التوقيت الزمني، بنشوف التوقيت الزمني، وهذه اللي هي الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي انتزعت ناموس هذا الشوط في 4:38 وأربع أجزاء من الثانية. وحدة السلامات لأهالي السلطنة هناك بالمنطقة الشرقية في المضيبي، بينما المركز الثاني، نشوف الثانية يا مخرجنا، شكرا. هذه كحيلة في المركز الثاني لعبد الله بن مبارك بالرقراقي المزروعي، 4:38 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. الثالثة المركز الثالث، هذه شكرا على هذه الدقة الجميلة من المخرج، وهذه هملولة في توقيت زمني مقداره 4:39 وبالوفاء والتمام مالكها اللي هو علي بن سعيد بن حبيب الهاشمي. هكذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين في صباح هذا اليوم، شوط العشرين وشوط الختام على الأبواب، واستعدادا دائما في المرموم على قدم وساق سواء. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن واللجنة.